حدث اليوم يبقى قمة الاتحاد الإفريقي، حديث عن إفريقيا، عن القارة السمراء التي تعرف انعقاد هذه القمة. والحقيقة تقال أن الأفارقة بالرغم من عوامل الفقر والمجاعة أحيانا والانقلابات العسكرية أحيانا أخرى والاستقرار السياسي في عدد من الدول، إلا أن الاتحاد الإفريقي أقوى من الجامعة العربية، بل وأنجع وأكثر مصداقية مقارنة بما يتخذ من قرارات ومقارنة بالظروف التي تجري فيها الاجتماعات، مقارنة أيضا بالمسار التصاعدي أو المسار التصاعدي للعمل المشترك على مستوى الاتحاد الإفريقي وخيبات العرب المتتالية في السنوات الأخيرة. قمة هذا العام في أديس أبيبا ليست عادية بالنظر إلى عوامل كثيرة، منها أن الأنظار أصبحت تصوب نحو القارة السمراء على مستوى اتجاهات مختلفة، الاستثمار مثلا، البحث عن أسواق منها ما هو أمني من خلال القواعد العسكرية، منها ما هو سياسي، الصين مثلا حاضرة بقوة، الهند حاضرة، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاستعمارية التقليدية على رأسها فرنسا، وحتى إسرائيل. إسرائيل التي ترى أن القارة ثروة وقوة لا يمكن التنازل عنها، لذلك لن نستغرب من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي للخروج من عزلته والبحث عن موطئ قدم في صرح انتصر غالبا للقضية الصحراوية والقضايا العادلة في العالم. ولأن عين إسرائيل على المغرب العربي وعين إسرائيل على إفريقيا، ليس غريبا أن تسعى دول للمطالبة بعضوية المراقب للكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي، أو أن تسعى دول أخرى لتنفيذ خطط نتنياهو في الاتحاد وتدمير الاتحاد من الداخل بوسائل وطرق بدائية، على غرار الانسحاب من الاجتماعات، التشويش على إرادة الأفارقة في المضي نحو تحقيق الرهانات الكبرى للاتحاد الإفريقي، وهي في الغالب السلم والأمن والتنمية. والحقيقة بالنسبة للتحرك المغربي، أنا شفت أنه تحرك مدروس، يعني هو ومش جديد برضو، عشان نقول أنه كلمة أن المغرب يسارع أو يتهافت، ومن حقه أن يسارع طبعا، يعني أن يحصل على حصة كبيرة في هذه الدول، لكن هي طبعا هناك بروتوكولات لحماية الاستثمارات، وهذه اتفاقيات مع دول ليست أعتقد أن المغرب وقع عليها ولا تخص النظام حاكم، سواء جاء هذا أو ذهب الحالي أو جاء القادم، هناك يعني لن يفوت المسؤولين المغاربة أن يوقعوا على اتفاقيات بحماية الاستثمارات، ودي لها شروط. وبعدين المغرب ليس يعني دولة حسنت السمعة وحسنت التوجه تجاه الأفارقة. احنا شفنا لما دخلتهم بمشروعات اجتماعية، لما حتى استقبلتهم وعملت لهم إقامات، فهذا كله المغرب يتعامل باحترام شديد يمكن مع الأفارقة أكثر من مما يحصلون عليه في بلادهم. المغرب لم يذهب مغتصبا للثروات، لم ذهب للتنمية، ذهب للمشاركة، ذهب على فكرة رابح، ذهب على فكرة دعونا نعمل سويا بأهل. أنا شفت برامج كتير لتأهيل الأفارقة في 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 المغرب، في برامج تأهيل كوادر، طبعا هذا كله يسمن فكرة أن المغرب ليس لا يقصي حتى أصحاب البلاد كما فعل معهم الفرنسيين، لا يعتدي على حريات الآخرين. المغرب يدرب الكوادر على أنظمة حديثة لكي تشارك في إعمار بلادها وفي هذه المشروعات التي يعمل بها. المغرب لم يقل أنا سآتي بكوادر مغربية فقط، لا بالعكس، بيدرب كوادر كمان في مجالات متعددة، خاصة داخل في قطاعات كبيرة. يعني السمعة المغربية الآن في دول غرب إفريقيا هي أفضل بكثير من سمعة فرنسا التي نحن على أراضيها، لأن المغرب لم يعتدي على أحد، المغرب ذهب للتعاون. إفريقيا اللي الناس بتقول لماذا تتهافت، نعم من حق المغرب أن يكون له، لا اسمح لي بدقيقة، يعني لا يعني لا لا اسمح لي، لن نلوم على المغرب، وإذا ظهر من يلوم نحاول لا فقط أن نفهم يعني هذه الاستراتيجية، سواء في المغرب والجزائر أو تونس غير من الدول، ونؤكد أيضا يعني من حق المغرب أيضا أنه إفريقيا فيها احتياطي 124 مليار برميل من النفط، يمثل 12% من الانتاج العالمي، فيها 100 مليار برميل تحتاج ان تستكشف، فيه 500 تريليون ادم مكعب غاز، فيه 90% من احتياطي الكوبالت والبلاديوم والبلاتينيوم والالماس. لماذا يعني من يشكك في احقيه المغرب في ان يكون لها اجنده، فعليه ان يصمت ويخرس تماما، وليعمل المسلم وليفعل المسلم ما تفعل المغرب. اما ان ارى ان دول تهاجم المغرب على سبيل المثال وهي لا تستطيع
أن تنشئ مصنعا على أراضيها. فأعتقد أن هذا يعني غير جدير بالمرة بالاحترام، ولا حتى بأن نعيره اهتمام.